لكن خليني نوريكم شيء ذكرته اليوم، طلبت من مساعد أن يرسلني به، وهو أن هذا الموضوع بالذات، أنا هنا مش باش نقول لكم أنا كنت عارف ولا أنا كنت قلت، لا لا، هو فقط هنا في الحقيقة لإثبات وقائع في التاريخ. يعني هذا الموضوع بالذات بالنسبة إلي ليس جديد، أنا كنت عارف هذا المسار منذ سنوات طويلة أنهم ماشيين هذا الاتجاه. ما هو الدليل على ذلك؟ ها هو الدليل باختصار بسيط، هذا تدخل في 6 أفريل 2013. أنا شخصيا لا أستغرب من ذلك، فقد سبق وقد صرحت ولعدة سنوات من أن الغرب يريد أن يستخدم الجزائر عموما والجيش الجزائري خصوصا عصا في يده يضرب بها من يشاء في المنطقة المجاورة بالجزائر، وربما حتى في مراحل لاحقة، إلى أن يصبح الجيش الجزائري لعبة في يد الغرب يرسله حيثما يشاء، كما يفعل مع الجيش الأردني مثلا، أو كما فعل مع بعض الجيوش. إذن في هذه، وهذا عمرها الآن أكثر من 8 سنوات، حديثي فيها واضح من أنهم في النهاية الآن يستخدموا في الجيش. هناك كانت كاينة مناورة في نيجيريا، وهما هذيك تاع المناورات في نيجيريا وفي النيجر وفي منش عارف في تشاد، كلها لتهيئة وتقريب ومعرفة نقاط الضعف ونقاط القوة في الجيش الجزائري باش يأهلوه لما هم يرسمون له. وهذه الدول ترسم على المدى البعيد، مش كما جمعتنا حين اليوم وقتني غدوة، لا لا، هذو يشوفوا على 2-5-10 مرات على 50 سنة يخطوا. هذا كان في 2013، وهذا كان تصريح آخر يثبت هذا الكلام اللي كان في 2019، 3 أيام قبل الحراك المبارك. المبارك رغما عنك يا تبون المزور، ما يريد ترامب هو نهب هؤلاء السفهاء الذين يحكمون المنطقة العربية، ومن لا ينهبه لأنه ليس له مال مثل عسكر السيسي وآخرين، فإن ندفع بجنودهم أو بمخابراتهم لكي تقوم بالأعمال القذرة، أعمال قذرة حقيقية. في هذه اللحظات التي أحدثك فيها الجيش الجزائري يرسل جنرالاته أبناء الجزائر لكي يقومون بما يسمى بمناورات لمكافحة الإرهاب في نيجيريا وفي غرب إفريقيا، يحذرون الجيش الجزائري ليكون عصا في أيديهم لتأديب الخارجين عن القانون الغربي الأمريكي أساسا، ويحذرون الجيش المصري لنفس الشيء، وينهبون هؤلاء السفهاء الخليج. يحذرون الجيش الجزائري لتأديب الخارجون عن القانون. هذا الكلام كان في ديسمبر في فبراير 19 فبراير 2019، 3 أيام قبل الحراك، أي أن الموضوع كان مرسوم من قبل. يعني بالنسبة إليهم فقط الحراك عطل المشروع، الحراك أدى إلى عدم استقرار، أدى إلى سقوط بوتفليقة، أدى إلى أنهم لازم يعاودوا يبنوا رئيس. لو كان ما خرجش الحراك وطاح ببوتفليقة، كان الجيش الجزائري سيذهب في جوان 2019، كان مرتب بعد العهدة الخامسة. علاش ماكرون كان منزعج جدا وكان مع العهدة الخامسة إلى آخر لحظة، وجابوا لنا الأخضر الإبراهيمي ومطلع مامرة وكلهم باش يبيعوا العهدة الخامسة، لما فشلت قال لك هاي العهدة الرابعة نزيدوا لها 2 عام. اللي كان يهم فرنسا ومش بوتفليقة أو القايد صالح هذو يروحوا للجهنم يروحوا للقبر ما يهمهمش، كان يهمهم أن يبقوا باش يمروا رسميا بتعديل في الدستور بأن الجيش الجزائري ممكن أن يعبر الحدود، خاطش هذا ما كانش، هذا كان ممنوع بنص الدستور. الدستور كان ما يقول لك لا ما فيش. إذن لذلك حرص ماكرون كل الحدود، ولما قام الشعب فخامة الشعب الجزائري كما يسميه خونا عماد وأسقط البوتفليقة سقط المشروع، وراحوا في عملية جري ضد الساعة كما يسموها، راحوا في هذاك العملية باش يعاودوا يبنوا الواجهة المدنية باش تعاود تدير الشكليات، سيدي فورماليزم يعني، بصح لازم يدار باش تدير الشكليات وترسل الجيش. قضى لهم وقت لأن كان لازم تعاود تجيب تبون، وبعد تبون مرض لهم وجات الكورونا، وبعدين الدستور كيفاش تفوتوا قلاقل، فوتوا ب 23%، وبعد خذال الوقت زاد أيضا الكورونا، زاد خرج الحراك. ولذلك
لماذا شنقريحة وقايدي أصروا على الانتخابات في جوان في حين أن المخابرات العسكرية والداخلية والخارجية قالوا لهم احذروا، ستكون فياسكو، ستكون كارثة؟ لماذا؟ لأن ما عندهمش خيار. الفرنسيس والأمريكان اللي يدعموا فيهم قالوا لهم السلطة مقابل الجيش، بمعنى نحتاج، أنا أحتاج هذو البرمائيين هؤلاء بيعين دروغ والمفسدين، جيبوهم لي حطوهم باش يرفدوا يديهم، ما يهمنيش. ولذلك خرج تبون قالك ما تهمنيش النسبة، جيبولي فقط مجموعة تخرج باش أسبوع أسبوعين أو ثلاثة يقولوا إيه نروح جيشنا يروح يقاتل في مالي، خاطر شراه الإرهاب جاينا. انتظروا هاد الأيام، راهي جاية عملية إرهابية، عسوها وعسوهم مليح باش يبروا وباش يدير لك عملية في القنوات، القاعدة هاجمتنا، داعش هاجمتنا، بوكو حرام قريب تدينا حصر مل، مانيش عارف الأخرى قريب تدينا حسي مسعود، رايحين يدير واحد الفوضى باش الناس لعلها تتلف لها، ويقول لك ايه نبعثوا الجيش تاعنا احنا، ورايحين يخرجوا كثير من المرتزقة يبروا إرسال الجيش. طبعا يبروا وفق قول وخذ، خذ من تحت، ولا حتى مرت مش من تحت، حتى مرت علنا يعني. هذا اللي هذا هو الأمر. طيب بعدها يعني هذا الكلام كان كما قلت قبل الحراك، ولما عاودوا خرجوا الدستور كنا احنا عارفين راح يخرجوه، قلت أنا هذا الكلام في 10 ماي 2020. لو يمر هذا التعديل وستذكرون ما أقول لكم يا إخواني، حيا أو ميتا تذكرون ما أقول لكم، لو يمر هذا التعديل ستجدون أبناء الشعب الجزائري يقاتلون من أجل القوى الاستعمارية، سواء الدويلات مثل دويلة الإمارات لمصالحها، أو بالنسبة للقوى الكبرى مثل فرنسا والولايات المتحدة بشكل أساسي، وسيوصل أبناء الشعب، في حين أن أبنائهم عايشين سيوصل أبناء الشعب. ليس رغبة مني أن نوريكم وجهي مرة أخرى في فيديوهات قديمة، ولكن تأكيد وتثبيت لمسار عارفينه، أنا شخصيا عارفه وتابعته منذ سنوات طويلة، وكنت عارف أنهم سيصلون إلى هذا. لماذا؟ ما عندهم شرعية، يا إما شرعية الداخل يا إما شرعية الخارج، ما تقدرش تحكم بدون، ما لا تستطيع أن تحكم. الحكم الحقيقي هو شرعية الداخل، إذا انتفت شرعية الداخل، إذا اختفت، إذا لم تعد موجودة، إذا عاد المقاطعة شديدة والحراك شديد ومخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكري، لازمك شرعية الخارج. شرعية الخارج فتحت لهم الأجواء، عطيتهم الأموال، فتح لهم البترول، فتح لهم الأسواق، فتح لهم كلش. ما يكفيش، لا نريد لجنودنا أن يموتوا، روحوا أنتم موتوا، هذاك يموتوا الجزائريين، وهم هذو اللي شاركوا في الانتخابات إما انتخابا أو هذو اللي جابوهم هذه الفرمجية، هاهم كل قطرة دم هناك سيتحملونها. وأنا نتحداهم اللي عنده ضمير أنه إذا جابوا له مشروع إرسال جيش المالي يقول أنا من مش من فوطيش، أنا نستقيل، خاطر هذيك تاع من فوطيش هذاك كلها لعب، نستقيل من هذا البرلمان، إحنا ما كناش عارفين، قالوا لنا الناس لكن ما صدقناش، لكن لما تشوفها أمام وجهك صدق. إذا كانت مازال فيك ذرة كرامة إنسانية أو ذرة أخلاق إنسان أو مسلم أو حتى إنسان عادي عنده فقط شوية أخلاق يعني.